ووصلنا لمساحه جديده من صباح من مساحات صباحنا غير، رح تكون ضمن عالم التطوع، هذا العالم سلمى اللي دائما نحن بنحب نستقبل فيه الفرق التطوعيه. صحيح. من مختلف المجالات. ضيوفنا لليوم هم مميزين، كان شعارهم الوان من اجل السلام هو العنوان يلي شكل البوصله لفريق الوان الشبابي التطوعي. صحيح نرمين، مثل ما قلتي مجالات عديده دخل فيها مجال التطوع وايضا المجالات التنمويه اللي عم تشتغل فيها الفرق التطوعيه، ومنها الفريق اللي نحن اليوم رح نحكي اكثر عن تجربته وعن عمله واللي عم يعمل على تطوير قدرات الشباب بمجالات مختلفه، منها الانساني ومنها الاجتماعي ومنها ايضا بما يخص الاطفال، من خلال انشطه توعويه تهدف لتقديم الدعم بالكوارث والازمات. اليوم ضمن مساحتنا رح نتعرف اكثر عن نشاطهم مع ضيوفنا بالاستوديو. خلينا نرحب بالأستاذة كينانا عاشور وهي مسؤولة طيف الأطفال ضمن الفريق، وأيضا الأستاذ علي عرعور مدير فريق ألوان الشبابي التطوعي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. رح نبدأ معك سيد علي ونحكي عن فكرة الفريق، أيمت بلشت وأهم النشاطات يلي بتقدموها. يعطيك العافية، صباح الخير. أول شيء فريق ألوان التطوعي هو فريق شبابي طلع بمدينة سلمية بال 2014. كان البلد وقتها كان في أزمة كثير كبيرة عليه، فقررنا نعمل شيء لنثبت دورنا المجتمعي ونساعد غيرنا. انطلق بال 2014، توجهنا لمراكز الإيواء بمنطقة سلمية، كان في أطفال عائلات وافدة من عدة محافظات على المدينة. بلشنا بأنشطة بسيطة حسب خبرتنا البسيطة، بعدين كنا اول شيء 7 اشخاص، بعدين صرنا نشتغل اكثر وثقت العالم فينا. اليوم فريق الوان 100 متطوع فوق 18 وعندنا 40 يافع ضمن الفريق. خلينا كمان نصبح على حضرتك كينانا ونحكي شوي من امتى وانت مع الفريق اللي وصل لك معهم والاختصاص اللي عم تشتغلي فيه ضمن فريق الوان التطوعي. يعطيكم العافيه، يسعد صباحكم. طبعا انا من تاسيس الفريق بالفريق من 2014. بلشنا مثل ما حكي علي، بلشنا بالعمل التطوعي سوا. طبعا انا مسؤوله عن طيف الطفوله، بنقدم نحن دعم نفسي للاطفال بالازمات، بنستهدف من خلال برنامج هو اوبن داي او يوم مفتوح، بنستهدف فيه طبعا تقريبا شي 200 طفل. من تاسيس الفريق لحد الان صرنا مأنجزين تقريبا 300 اوبن داي بنستهدف فيهم الأطفال، وأحيانا بنشتغل على فكرة الدمج بين الأطفال أصحاب الإعاقة والأطفال السويين. يمكن يلي بيميز فريق ألوان الشبابي التطوعي عن غيره من الفرق هو المجالات يلي بتشتغلوا فيها هي كثير متنوعة، يمكن لتخدم حاجات المجتمع. تشتغلوا بالمجال التنموي وتقديم يمكن الورشات والتدريب وآخر يمكن أو إحدى الورشات كانت هي التسويق الرقمي، خلينا نحكي عنها وعن هذا المجال. فريق ألوان هو من 7 أطياف، أحد الأطياف اللي بنشتغل فيها اسمه طيف التنمية. طيف التنمية مسؤول عن تطوير المورد البشري ضمن الفريق. نحن عندنا تدريبات داخلية هي تبادل خبرات بين المتطوعين نفسهم، بكون متطوع عنده خبرة بمجال معين بيقدمها لرفقاته، وعندنا تدريبات خارجية بالاستفادة مع الشركاء أو مدربين خارجيين منطور إمكانيات الفريق بمساعدتهم. آخر ورشة مضبوط كانت هي تسويق الإلكتروني، كان هدفها أول شيء إيجاد فرص عمل للشباب بالواقع الافتراضي، وأنه أكثر شيء هن طلاب جامعة فهن وقت ضيق وما فيهن والحركة صعبة عليهم، فمجال العمل الافتراضي هو حاليا دارج وفي مصدر دخل، فبلشنا بهذا الأساس. وثاني شيء لتوثيق عملنا أكثر، كان الموضوع مهم إنه التوثيق الإلكتروني وكيف ننشر شغلنا على وسائل التواصل الاجتماعي، فعملنا هي الدورة. كانت المدربة نغم الحرك، كانت ورشة كتير مهمة بهذا الوقت. طيب نحن كنا عم حضرتك عم تحكي كنا عم نشوف مشاهد من الورشة أو من الورشات بشكل عام، اليوم كمان جزء من عملكم وهو اللي حضرتك عم نحكي معك عنه اللي هو طيف الطفوله، بما انه قال 7 أطياف في طيف مخصص للاطفال. تمام. ويمكن تشتغلوا على دعم اكثر النفسي والاجتماعي وخصوصا مع الاطفال ذوي الاعاقه او الاحتياجات الخاصه، خلينا نحكي اكثر عن هذا البرنامج. طبعا نحن بنحدد النشاط، احيانا بيكون بازمه او بيكون في شيء عندنا بالمجتمع فبنقرر انه نعمل نشاط. هذا النشاط طبعا قبل بيوم بندرب عليه المتطوعين،
منزود خبرة المتطوعين ومنجهز شيء نحن لنقدمه للأطفال. النشاط بيكون هو عبارة عن أحيانا بيكون داخلي أحيانا خارجي، داخلي ضمن روضات أو صالات أو نوادي، وخارجي ممكن يكون بالشوارع بمساحات آمنة أو بالحدائق. طبعا وقت ما نبلش بالنشاط المتطوعين اللي موجودين عنا بطيف الطفولة وبفريق ألوان كامل بيشاركوا كلهم معنا، بيعملوا جولة بالأحياء لنجمع لنستهدف أكبر عدد ممكن من الأطفال، فهيك بيكون عنا أعداد الأطفال كبيرة. إذا كان النشاط هو نشاط دمج بتكون الأنشطة مخصصة للأطفال السويين والأطفال أصحاب الإعاقة، يعني أنشطة يقدروا يقوموا فيها النوعين من الأطفال، وإذا كان النشاط ما ندمج فهو بيكون بس للأطفال السويين. بحال تواجد عندنا أطفال أصحاب إعاقة عندنا متطوعين أخصائيين تربويين رياض أطفال تعديل سلوك، طبعاً هن بيقوموا بهي الأنشطة مع الأطفال أصحاب الإعاقة. طيب حكينا عن طيفين بتشتغلوا تحت بند طيف التنمية وطيف الطفولة، خلينا نتعرف أيضاً على باقي الأطياف. في عنا طيف الدعم النفسي، أثناء نشاطنا مع الأطفال مثل ما قالت كنانا أهالي الأطفال متواجدين بكون لهم مساحة خاصة، عنا استشاريين نفسيين فبيقدموا لنا خدمة نفسية أو خلينا نقول تربوية، هي تعامل مع الأطفال بالأزمات. الطفل بيكون عم يلعب على جنب وأهله عم يحضروا ورشة تفاعلية عن التعامل مع الطفل في الأزمات، فمنحاول إنه نوصل للطفل عن طريق بيئته، أهله هو وأهله ومجتمعه. هذا طيف الدعم النفسي. عندنا طيف المسرح، عم ننشط أكثر شيء بتوعية، توعية بالتحرش وتوعية بمخلفات الحروب والألغام الموجودة عن طريق مسرح الدماء ومسرح تفاعلي. بلوبندي كمان أحد الأركان اللي بنشتغل فيها هي المسرح، فبكون في مسرحيتين، واحدة لتوعية التحرش لأنه كتير ضروري بهذا العمر للأطفال، والثانية توعية بمخلفات الحروب. حالياً عم نجهز مسرح للتوعية من زلازل قبل الهزة وأثناء الهزة وبعد الهزة للأطفال، حالياً عم نجهزها بسلامية بمساعدة مؤسسة الأغا خان للتنمية. عندنا طيف الإعلام هو اللي بيوثق شغلنا كلياته، الشباب إعلاميين وبيحرروا كمان بيكتبوا نصوص. عندنا طيف الرياضة، أثناء النشاط بيكون في معنا شباب رياضيين عم يقوموا بأنشطة رياضية للأطفال، كمان هذا اسمه طيف الرياضة. شو لسه تقريبا هودي هن الأطياف. طبعا نحن 90 متطوع بيختار هو وين بده يكون، يعني هو وين في يكون عم يزهر وأبدع ويقدم خدمة للمجتمع. أكيد. طيب بما أنه حكينا عن هيك مرينا ولو مرور الكرام عن موضوع الكارثة أو الزلزال، خلينا نحكي عن دوركم. نحن بنعرف أنه الشباب التطوعي بمختلف المجالات وكل الفرق كله حاول أنه يساهم ويقدم شيء خلال هاي الفترة، شو كان دوركم بهذا الموضوع؟ تمام. تاني يوم الهزة تماما خلينا نقول الصباح، هي صارت 4 الصباح، انطلقنا أول شيء رحنا على استفقدنا الناس الكبار بالعمر اللي ساكنه لحاله، انتشرنا بالمدينه وطلبنا نزلنا نداءات اغاثه انه اي حدا كبير بالعمر خلونا نكشف عليه. وثاني شيء كشفنا على الاطفال اصحاب الاعاقه اللي ساكنه بالطوابق العاليه اذا هي قادره تتحرك او هي محتاجه اي شيء. هذا الثاني يوم ونزلنا نداء اغاثه لنجمع اكبر عدد ممكن من المعونات اما حركيه او ماديه او حتى طعام، وتوجهنا فيها اول مره على حلب، منطقه حلب، على منطقة الهلوك بحلب. رحنا بمساعدة جمعية خالد الخيرية، رحنا قافلة من سلمية توجهنا لحلب واستهدفنا المناطق المتأزمة ثالث يوم الزلزال. رجعنا وكان ثقة المجتمع كتير كبيرة وطلبوا منا أنه لسه كفوا، حابين إحنا نساعد كل المناطق اللي تضررت. طلعنا بالاستجابة الثانية على القدموس وجبلة واللاطقية، كمان وصلنا لأهالينا المتضررين هناك. لما خلصت هاي الحملة لسه المجتمع كان حابب بسلمية يقدم يد العون أكثر للأهل المضررين، ورجعنا كمان على حلب على مناطق مضررة بحلب، حاولنا نكون جنب أهالينا المتضررين. طلعنا كمان مع جمعية خالد بفكرة مساعدة طلاب الجامعة بحلب على إخلاء المدينة ليلة الهزة، كمان طلعت باصات من سلمية وجابت الطلاب اللي بحلب لأنه كان الوضع شوي صعب عليهم. تمام. خلينا نحكي عن أنشطتكم المستقبلية إذا في شيء عم تحضروه لعيد الفطر أو لا بعد العيد، تفضلوا. طبعاً نحن بكل عيد أو بكل مناسبة بنعمل شيء خاص للأطفال، فهلا نحن عم نجهز لثالث يوم العيد لأوبن دي كبير بنستهدف فيه أطفال مدينة سلمية كاملة. طبعاً كما حكينا أنه نحن بنستهدف عدد كبير من الأطفال، أحياناً المتطوعين بيمشوا بأحياء سلمية كاملة لنستهدف الأعداد الكبيرة من الأطفال.
الأوبن دي هو عبارة عن دعم نفسي للأطفال من خلال الألعاب الحركية والأغاني والمسرح الدمى والرسم على الوجه. هيك بتكون أنشطتنا دائمة. طبعا النشاط مدته بيكون ساعتين أحيانا أو ساعتين ونص حسب ما بيخلصوا المتطوع. حلو كتير هاي الأنشطة اللي عم تقوموا فيها، وأكيد بدنا نوجه تحية لكل أهلنا بالسلمية. نحن سعيدين اليوم دائما نحاول نجيب كل الفرق التطوعية اللي موجودة بكل المحافظات السورية. كنتوا معنا اليوم من ريف حما، بدنا نشكركم على وجودكم ونقول لكم ينعاد عليكم كمان كل عام وأنتم بخير. حابب أقول أنه أنا هون عم مثل فريق كامل، التعب والنجاح هو تعب فريق كامل، أنا أحد أعضاء هذا الفريق. بحب أشكر المتطوعين اللي هلقنا عم يقوموا هلق بهي اللحظة بتوزيع ألبسة، توزيع ألبسة بمدينة سلمية قبل يوم العيد. فحابب كثير أشكر تعبهم الكبير اللي من امبارح لليوم عم يفرزوا الألبسة ويستقبلوا الأهالي ويوزعوها، العمل جماعي وليس فردي. أنا بحب أشكر كل متطوع وكل حدا وثق بفريق ألوان. ألوان المرحلة الجاية عم نحاول نكون مؤسسة لدعم اليافعين بسلمية وحماة، وإن شاء الله نقدر نوصل لكل اليافع نمك كله خبراته. الله يعافيك، شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وكل التوفيق لكم، وتحية لكل أفراد الفريق. كل عام وأنتم بخير. يعطيك العافية. كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم يا